عبر الهاتف من أبو ظبي معي محمد أبو عساكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. مراسلتنا من مخيم عين عيسى روناك شيخي لخصت لنا الوضع هناك. وفق معلوماتكم، ما الذي فرضته موجة الحر هذه غير المسبوقة على اللاجئين؟ نعم، يعني هذا الحر هي ضمن العوامل الطبيعية القاهرة التي تضرب المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على اللاجئين وعلى أوضاعهم المعيشية. اللاجئون طبعا متضررون الأكثر لأنهم معرضون وليس لديهم الإمكانيات الكافية من حيث المأوى والتكاليف التي تساعدهم على وجود مكيفات أو أماكن للتبريد. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بكل ما وسعها من أجل مساعدة هؤلاء الأشخاص، وخاصة فيما يتعلق بالمواد التي تقدم، حيث أن لدينا مراكز أبحاث ومراكز إبداع تعمل على تطوير الإمكانيات الخاصة باللاجئين وبشكل مستمر. على سبيل المثال، فإن الخيام التي تقدم للاجئين هي عبارة عن مواد عازلة للحرارة، وهي عبارة عن طبقتين من أجل تخفيف أثر درجات الحرارة بشكل مباشر عن اللاجئين. كذلك هذا المركز يعمل بشكل مستمر من أجل إيجاد مواد، والأبحاث تكون مستمرة من أجل تزويد اللاجئين بكل ما هو ممكن لتخفيف عبء هذا الحر، سواء الحر القارس أو الحر الشديد أو البرد القارس الذي يتعرض له اللاجئون. يعني قمتم بتأمين هذا للاجئين، نتحدث عن أكثر من بلد صحيح؟ نعم، هذه موجة الحر تضرب اللاجئين في كل المنطقة، وليس اللاجئون هم مستهدفون من هذه موجة الحر، هم عرضة هذا الوضع الطبيعي، وهو يعني يصيب كل المنطقة العربية وفقا لتغير. طبعا سيد محمد، ولكن أنتم تتحدثون وتقدمون المساعدات للاجئين، يعني قمتم بتغطية كل مخيمات اللاجئين؟ يعني مخيمات اللاجئين، عندما نتحدث عن المخيمات يعتمد، إذا تحدثنا عن الأردن ليس لدينا في مخيمات اللاجئين خيام، ما زالت قد انتهى موضوع الخيام بالكامل. المخيمي الأزرق والزعتري يعيش فيه اللاجئون في بيوت مجهزة مسبقا، وهذه البيوت مصنوعة تقي أو تخفف من حد درجة الحرارة التي يتعرض لها اللاجئون. كذلك هي نفس المواد التي مستخدمة تخفف من درجة البرودة في البرد القارس. لكن في مناطق أخرى مثل بطبيعة الحال هذا لا يكفي، حتى لو لم تكن خيام، بما أنه نتحدث عن موجة حار غير مسبوقة. نعم تفضل. بالتأكيد كذلك اللاجئون يعيشون 85% منهم في خارج المخيمات، وإمكانياتهم محدودة جدا. ليس بإمكان كل لاجئ أن يوفر مكيف، وليس بإمكان كل لاجئ أن يوفر لأطفاله يعني هواء بارد، وهذا يعني يدفعنا للقول بأن اللاجئون يدفعون الثمن الأكبر للظروف المناخية الغير مسبوقة التي تضرب المنطقة في الوقت الحالي. هل من أولويات يعني كيف تساعدون على الأقل على بموضوع انتشار الأمراض لدى الصغار بسبب درجات الحرارة المرتفعة هذه؟ هكذا يعني كأكثر من شق هذا الموضوع، في أولويات له، كيف تساعدون فيما يتعلق بهذا الشق مثلا سيد محمد؟ ليس لدينا برامج مخصصة لدرجات الحرارة، لأن هذا يعني ظاهرة يعني طارئة وليس شيء يستمر على مدار العام. لكن ما أود أن أقوله بأن برامجنا من خلال البرامج الصحية الخاصة باللاجئين والتي يتم العمل بها من خلال شركائنا، هي تعمل على مدار الساعة من أجل توفير احتياجات اللاجئين. أي ظرف صحي طارئ يتعرض له الأطفال أو أولياء أمورهم أو ذويهم، بإمكانهم التوجه للعيادات المنتشرة في كل المخيمات وفي المناطق التي يتواجد بها اللاجئون من أجل الاستجابة لمتطلباتهم وتقديم العلاج اللازم لهم. شكراً سيد محمد بوعساكر.